بيكم مشاهدينا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أحبائنا اللي بنرفع صلاة من أجل كل واحد وواحدة فيهم، طالبين حضور ربنا دلوقتي علينا كلنا، طالبين لمسة، طالبين إن ربنا يجي ويكلمنا. تعالوا نسمع مقتطفات من الترانيم دي. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دم ذي الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك وأرتمي عليك، اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، فراحتي يا ربي وحاجتي إليك. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود، ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا يظهر كل مجدك. أنا بالدم فديكي، دمي سفكته ليكي، وبدمي مغطيكي، غالية يا أرضي عليا. ما أبهاك، ما أروعك، ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيبي وبترجاك. دي كانت بعض المقاطع من ترانيم ربنا اداها لضيفنا العزيز في نغمات وكلمات النهارده، اخونا الحبيب هرماس سمير. الحقيقه يعني تحدي بالنسبه لي ان انا اعرف اقدمك يا هرماس، لكن هحاول اعمل كده. هرماس صاحب رؤيه ومسبح وقائد تسبيح، كاتب كتب تسبيح العلي ومدرسه كبيره في الكتابه وفي التلحين، صاحب اكتر من امسكوا نفسكم صاحب اكتر من 3500 ترنيمة. انا معرفش وصلوا لكام دلوقتي، الكلام ده كان من سنة تقريبا. ربنا بيفيد عليه بفيد غير عادي. النهاردة هنسبح وهنسمع دقات قلب ربنا للوقت اللي جاي. كلنا عارفين ان احنا في عصر في التاريخ غير عادي، حاجات كتيرة بتتغير حوالينا، بلاد بحالها بتتقلب انظمتها، والتاريخ بيصنع بصلوات المتشفعين. احنا مش بس هنسبح ونتعلم عن التسبيح والعبادة وطلب وجه الرب، لكن كمان هنشوف أمثلة من الكتاب عن وقت شبه الوقت اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. احنا محتاجين نسمع ربنا. وانا جاية للحلقة، وانا جاية على قناة الكارما النهاردة الصبح، كنت عندي إحساس قوي جدا ان انا مش جاية استوديو، انا جاية فعلا اتقابل مع ربنا. وصلاتنا ان كل واحد واحدة فيكم يتقابلوا مقابلة حقيقية مع ربنا. هرماس سمير اهلا بيك، منور الاستوديو، منور قناه الكارما معانا النهارده. الله يباركك يا لولو سمير. الله يباركك لولو سمير. هرماس سمير انا معلش قبل ما نخش في المواضيع اللي هنتكلم فيها والترنيم والتسبيح، انا نفسي تكلمني عن عيلتك، اخواتك وبعدين زوجتك والبنات، احكي لنا عنك شويه من فضلك. انا دخلت في الخمسين، أنا أصغر إخواتي، إحنا أربع إخوات، أربع صبيان كلهم ولاد، أربع ولاد. واو. وبابا وماما ربونا في خوف الله من صغرنا، كنا بنعرف الكتب، فبابا وماما كان لهم دور كبير قوي في تربيتنا بطريقة إن إحنا نعرف ربنا من الصغر، ودي حاجة فادتني كتير إن أنا أعرف ربنا من بدري. دي نقطة بتدي امتياز لأي واحد، لأنه لا شك انك انت تعرف ربنا بيخليك تحبه اكتر، كل ما تعرفه بدري تحبه اكتر. عندي عيلتي الجديده بقى اللي هي زوجتي وبناتي، عندي بنتين برضو، اذا كان منال سمير برضو من امارات اسمها منال، منال عشان الاسم ده انا بحبه قوي. احنا متجوزين بقالنا 24 سنه وبحب منال زي اول يوم شفتها فيه، وعايز اشهد كده انها سبب بركه في حياتي، او يعني بعد الهي، بعد يسوع في حياتي، هي سبب البركه الحقيقيه في حياتي. يعني تتحب قوي منال حقيقه، رغم انها ما بتسكتليش يعني، لكن انا بحب انها ما تسكتليش، لان دايما بنزق بعض على الحته اللي ترضي ربنا. والوقت ده احنا داخلين في حته
جميلة قوي، وأنا ناوي يعني أكمل فيها لما أرجع من هنا، لأن بقالنا مدة من أول السنة أو نص السنة اللي فاتت واخدين وقت قصاد ربنا، ربنا دخلنا مع بعض لعمق جميل. بحبها لما تخش قصاد ربنا عاملة لنا صومعة كده في البيت، بتقعد قصاد رب فيها، أنا قلبي بيبقى بيبتهج قوي كل ما بشوفها قاعدة قصاد ربنا وبتقضي وقت طويل قصاد رب، فهي سبب بركة كبيرة في حياتي أنا بشهد كده يعني. عندي بنتين فينا وجولي، فينا خلصت تانية جامعة داخلة في تالتة جامعة، وجيلي داخلة تالتة إعدادي، الاتنين بركة وحاسين الله ادانا عيلة أقدر أقولها بافتخار أمام إلهي وبإلهي إن أما أنا وبيتي فنعبد الرب. فأنا مش بس نعبد الرب اللي هو أسلوب حياة العبادة، في ناس بتسمي أسلوب العبادة أسلوب الحياة عبادة يعني، لا ده كمان عبادة وأسلوب حياة وعبادة حقيقية، كلنا الأربع بنهوى عبادة ربنا. فدي حاجة أمين. أنا جميلة. عارفة إن هما معاك في الخدمة كمان. فينا بترنم معايا وجولي معايا ومنال معايا، يعني في الخدمة وفي كل حاجة يعني، في الأوقات اللي بنسهر فيها قصاد رب، في الأوقات اللي في اجتماعاتنا، في رؤيتنا، في دنيتنا، يعني العيلة كلها ماشية خط واحد كشخص واحد. أمين. ودي نعمة. بنبعت تحية ليهم، وبنبعت تحية لعيلتك الأكبر كمان، الفريق. لو عايز عندي فريق، لو عايز تعبر يعني عن حاجة من قلبك ليهم، من فضلك اعمل كده. أنا عايز أقول إن هما كانوا سبب بركة في حياتي. مشينا مع بعض سكة ربنا قدر يفحت بينا حاجة مع بعض، وأنا عايز أقول أنا فخور إن أنا صنعنا مع بعض، رب صنع بينا مع بعض، يمكن إداني خطوة قدام لكن كنا مع بعض، زي ما الكتاب بيتكلم إنه وقف بطرس مع الأحد عشر رسول، كان بطرس اللي بيتكلم، لكن كان القوة اللي واخدها بطرس من وقفة الحداشر رسول معاه، أنا بشهد إن هم كانوا سبب بركة في حياتي، وخطينا مع بعض وصنع بينا رب إلهنا حاجة في التسبيح مع بعض. فدي هم، انا بقول كده ان ربنا باركني بيهم كتير الوقت اللي فات، هم فعلا كده كل الخدمه، مش بس الفريق كمان، انا في ناس خدام معايا انا ببارك ربنا من اجلهم، ربنا قافل علينا كده قاعد بنقعد قصاد ربنا كتير، والناس دي انا متبارك بيها وبشكر ربنا من اجل واحد واحد في الخدمه معايا بجانب الفريق. عارف يا هرمس، انا من الحاجات اللي بتشجعني جدا ان انا اشوف شباب في الخدمه وجد رجاله، والفريق ده حقيقي رجاله، ودي حاجة شعور مشبع، إنه الناس مش بتخدم بترتوفة وقتها أو ترتوفة مجهودها، لكن واقفين. يعني فرص التسبيح معاكم كانت في المؤتمر اللي فات بالساعات، محدش بيقولك أنا تعبان أو أنا حران، مع كان حر، بس رجالة في سنهم الصغير واقفين والتسبيح بنفس الحماس من الأول للآخر. فدي حاجة رائعة، حاجة شجعتني قوي. هاليلويا، يعني انا بشهد عن كده انا كمان يعني. هم مستمتعين بالجو التسبيح اللي ربي بيعمله، هم فعلا انا اقل واحد فيهم يعني، في ناس مقضي معهم 20 سنه يعني مع بعض بنخدم بقى لنا 20 سنه، وفي 25 سنه، وفي 15 سنه، وفي 10 سنين، اقل واحد 4 5 سنين، اقل واحد بس. فاحنا بنعمر مع بعض، بيدخل معنا بنعمر مع بعض، لان بنقضي اوقات كتير قصاد ربنا يعني، دخلنا مع بعض في اوقات صعبه واوقات حلوه، وعدينا مع بعض الاوقات اللي كانت صعبه. انا بشهد ان هم رجال الله بكل المقاييس يعني، وانا فخور بيهم، وانا مصدق ان ربنا هيعمل بينا الوقت الجاي حاجات تانية، ان احنا داخلين على اجتهاد ان احنا ننال اللي على قلب ربنا الوقت الجاي. انا عارف الوقت الجاي صعب، بس انا عارف اللمعان بيبقى اشد في الوقت الصعب، فربنا هيلمعنا. مصر داخلة على وقت صعب قوي الوقت الجاي، او على الاقل الوقت اللي بنمر فيه النهارده ده صعب. بنشتهي ناخد كل على قلب ربنا في الوقت الصعب، مش فارق الصعوبه دي لن تحول دون ان احنا نحصل ناخد كل اللي على قلب ربنا ندي. وده اجتهادنا يا رب، اذا كنت انت بتدخل في وقت صعب اكيد، زي انت عارفه الفضه لما بتخش في النار تطلع اكثر لمعان، فربنا عايز يصنع كده في الكنيسه، وانا والتيم اللي معايا والخدام اللي معايا كلهم في الخدمه، سواء في فريق التسبيح او في الخدمه، عايزين ناخد كل اللي على قلب ربنا الوقت الجاي. امين. والرب عايز يدي. طمعانين، احنا طمعانين فيه شويه. ده طمع حلو. انا نفسي نقضي وقت في التسبيح، نطلب الرب ونحب في الرب ونمجده ونعظمه. في ترنيمة وأنا بسمع السي دي الأخراني بتاعك فكرتني بالشعب الكتير اللي كان موجود بيطلب ربنا، بيقول أنا قلبي مريض حب يسوع. ودي آية في الكتاب للي ما يعرفش الحكاية دي، أنا مريضة حبا. وده المرض الوحيد اللي بنشتهي لكل الناس، مش عايزين نخف منه. فنفسي نبتدي بالترنيمة دي هرمس، وبعدين الرب يدي لك وقت تقودنا فيه، نغوص كده في حضور ربنا. أمين أمين في اسم يسوع.
أيوة بنفسنا نقول لك أنت حلو لينا يا رب. أيوة اسمتنا ونصيبنا وقعوا في حاجة وفي إله رائع بيرسم ضعفتنا، بيحبنا محبة للمنتهى. آه يا رب يا ما وقعت قدامك ويا ما أخطأت ويا ما قصرت وأنت لم تقصر. يا ربنا أنا وقلبي بيحمدك، بيحمدك لأن عندي جبال من الامتنان داخل قلبي من مواقف أحسنت فيها إلى عبدك يا سيد رب. أنا بحمدك مش من شفتي فقط يا رب، قلبي بيشهد إنك إله رائع بكل المقاييس. إله رائع، تعالى تعالى لينا، تعالى باركنا، تعالى تعالى طالبينك تسود علينا، طالبينك يا رب تباركنا. كل اللي بيسمعنا يشترك معانا رب ويقول لك لأنك تستحق، أنت صالح وإلى الأبد رحمتك، صالح صالح وإلى الأبد رحمتك، صالح وإلى الأبد رحمتك. داخلين قدامك بنصلي وانت الطلبات، بنسبح اسمك ونعلي ليك أغنيات. داخلين قدامك بنصلي وانت الطلبات، بنسبح اسمك ونعلي ليك أغنيات. نحكي عنك في وسطينا عن عملك الصالح فينا، نحكي عنك في وسطينا عن عملك الصالح فينا. أنا قلبي مريض
دفعت كل الثمن يا رب عني. الى الابد يا احمد كلمات يا رب. نعم مستحق، نعم مستحق يا من ذبحت. ايوه ذبحت، ذبحت من اجلنا ومن اجلي انا. انا بحكي عنك يا رب من قلب مفتون يا رب. ايوه ذبحت، لما قدمت نفسك كنت عارف انك هتصلب، جاي مخصوص عشان تصلب من اجلي سيدي. انا بباركك يا رب، بباركك. عشان كده يا رب انا طالب اتغير، انا طالب حضورك سيدي، طالب حضورك في حياتي، طالب حضورك في حياتي. مش بس طالب حضورك ليا لوحدي يا رب، انا عايز لذة رضاك يا رب، انا عايزك تشبع من حمد قلبي يا رب وتسبيحي لجلالك. تتلذذ يا سيدي رب، انت انا عايزك انت تتلذذ. اسمح لي ان انا لذذ قلبك يا ابويا، يا الهي وفدي، اذبح امام جلالك ذبيحه حمد. نفسي اتغير اكون شبهك سيدي. انا طالب حضورك ولذذ رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمسيتك تروي. قلبها يستناك، طلبه يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفيك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمسيتك تروي. قلبها يستناك، طلبه يكون معاك، حبك لا سواك. حبك ليه معاني لسه بتهجاها، جلسة بين ايديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما تمنى. يسوع قربك مجد تاني في عشرتك اغاني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجاها، جلسة بين ايديك لديك، نظرة من عليك كل ما تمنى. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع الخيال عنوان الصليب، ما لم ترى أو تسمع بأذان أو يخطر ببال حبك يا يسوع. يا أبا يا مسيح لك مجد وجلال، حبك فائل خيال عنوان الصليب،
ملاحة في قلبي بإيديك، لا للركبتي ولا للحقوين، بل بكم بقلبك عبرني بحبك يا رب، أنا بعبدك يا رب، أنا بحبك يا رب، أنا بعبدك يا رب، أنا قلبي طول الطريق هيفضل بتعمله قاسر قلوبنا، اللي انت بتعمله سبينا. اشكرك، فرحان قلبي يا رب، رعيتي ونصيبي وقع فيك انت. انت رائع، انت رائع يا رب. هاتي بطيب فوق راسك، هبني الان اعرف حق قدرك. إذ كسرت قلبك
ناتي لك يا ربنا، نهدي لك اكرامنا ونطرح اكليلنا امام عرشك في سماك. ناتي لك عايزة أسألك على حاجات كتيرة جدا. يعني الغنى اللي ربنا بيحطه في ولاده، كل واحد تلاقي يعني لمسة حلوة مختلفة. أيوه. غنى غنى رائع، غنى ربنا كل واحد له طعم، كل واحد ليه طعم ومسحة وكله حلو الحقيقة. أنا كان في سؤال يعني إحنا غالبا هنطلعه دلوقتي لأنه كنت عايزة أعمله بعد شوية، بس بما اننا اتكلمنا عن الاختلاف، في حاجه شغلاني شويه الايام دي، في اتجاهات مختلفه جدا في التسبيح. ايوه. تخش على الانترنت على اجتماعات تلاقي كانه عالم تاني، انواع مختلفه، ترانيم حتى تانية، مود تاني، طريقه قياده مختلفه، حاجات كتيره. والوقت اللي احنا فيه احنا كلنا متفقين انه وقت غير عادي في التاريخ، مميز. ايوه. وعايزين نقرب من بعض. هل الاختلاف والتنوع الرهيب في بطوائفنا المختلفة بخلفياتنا المختلفة، هل ده حاجة شايفة حاجة إيجابية ولا حاجة ممكن تكون سلبية في وقت زي ده؟ هي الاثنين يا لولو. يعني هي هقول الإيجابي الأول. الإيجابي لأن المزيكا واسعة وأنواع مختلفة وأذواق مختلفة، فتقدري تلاقي في كل واحد اللي أنت طالباه. يعني مش كل الناس طالبة واحدة، بالذات المزيكا روح، مزيك فيها روح، فكل واحد بيطلب حتة معينة تختلف عن التاني. ده الجزء الإيجابي. فأنت لو في تنوع ناس، في أذواق ناس كتير، في أنواع مزيكا وأذواق مزيكا كتير، فتعجب الكل. الجزء بقى السلبي اللي هو أن يبقى الرب عايز ينقلنا الحتة وفي مداخل ليها معينة. يعني مثلا الوقت الأخير ربنا نقلنا في التسبيح قوي، نقل كل بلادنا العربية
في التسبيح احنا كنا بنعشق الحزن، بلادنا العربية دخل الحزن فيها من الكلتشر بتاعنا والحاجات كتير دخلت الحزن جوه الكنيسة، فبقينا وكان الاختبار التجربة الشعرية أو بيسموها الاختبار، يبقى الواحد داخل من طالع من مشكلة كتب ترنيمة بناء على المشكلة، فكانت أغلب الترنيم زمان مبنية على اختبارات كلها مشاكل، فلا شك هتحمل روح حزن مش هتحمل روح فرح. أيوة. واحد مطحون مش هيقول إلا كلام مطحون وروح مطحونة، فتطلع الترنيمة مطحونة، فالناس بقينا بنحب الحزن بطريقة أو بأخرى. ربنا نقل نقلة حلوة أو في التسبيح، فبقينا ربنا كشف وكأنه إعلان مش بتاع حد، ده مش بتاع حد، ده إعلان الروح القدس قادر يصنعه وعايز يصنعه، وهو اللي بإيده صنعه في الوقت الأخير، اللي هو نقترب لمحضر الله قوي، نقرب منه قوي. فالتسبيح هو الأقدر بأنه يعمل كده، بقت أكتر محتاجة الكنيسة اللي هي المفروض الروح القدس بيزينها للوقت الأخير. التسبيح هو اللي بياخد أكتر ويدخل لمحضر ربنا ككنيسة وكجماعة، والوسط الجماعة أسبحك، وسط الكنيسة أسبحك. يسوع بيتلذذ بتسبيحاتنا الجماعية اللي فيها ذبيحة. النوع الأولاني اللي فيه أنا بدور على احتياجاتي شوية، ما هو الذبيحة قوي، لأن الذبيحة مقدمة لله مش مقدمة الإنسان. فلما أجي بقول ترنيمة ببتغي فيها تعزيتي حلوة، ما بقولش عليها وحشة ومطلوبة وكلنا محتاجينها، لكن مش الوقت ده ربنا بيعلم شعبه إزاي يخش بذبيحة قدامه. فشوية بقت لو أنت في اجتماع طلبة النوعية دي عايزة تدخلي شعب كنيستك لكده، وأنا واحد من النوع الموهوب والممسوح في حتة أن أنا أخدك وعزيك، يبقى أنا ما خدمتكش. فبتحصل بعض لكن ده مطلوب وده مطلوب، حتى جوه التسبيح نفسه حتى في برضو اختلافات كتيرة طبعا. يعني أنا حتى يكاد يكون في مجموعات ليها ترانيمها أيوه بسمعها وانبسط بيها جدا، بس يعني ساعات الواحد بيحس بغربة. يعني يمكن أنا لو حاضرة الاجتماع مثلا مش بشوفه على النت خلاص، يعني هننبسط ونختبر حضور ربنا، لكن أنا زي ما أكون عايزة أمسك حاجة، يا رب إيه اللي جاي، إيه اللي جاي لينا كشعب وكلنا. أنا عارفة إنه الدنيا واسعة قوي أيوه. وكأنه الرب بيقدم حاجات مختلفة وكل ناس في الآخر هتصب في حضور ربنا أيوه. أنا بس الحكاية دي ربكاني، علشان ربنا بيدينا ترانيم للكتابة وكده، بقيت بسمع أنواع مختلفة جدا جدا وكلها حلوة، بس غالبا كل واحد ليه اسلوبه، خط ربنا عايزه يمشي فيه. ده مطلوب وده مطلوب، بس لأن احنا مش محتاجين نتقل وزنة الترانيم اللي هي بتعزيه، هي متقلة خلقة، يعني دي قاعدة. اللي احنا عايزين نلفت النظر ليه ان في أرض جديدة ربنا مدخلنا ليها في التسبيح والعبادة. يعني لو انا هاجي بقى للتسبيح، التسبيح بحر، يعني انت عارف التسبيح اللي بتكلم فيه عن ربنا، الترنيمة الأولى بتكلم فيها عن الإنسان واحتياجات الإنسان، ودي بطبيعتنا أنانيين بندوب فيها ونحبها. يعني عايزك طول النهار ترنيمة ترنيمة تعزيني، ولأن مشاكلنا كتيرة واحتياجاتنا كتيرة وعمر ما احتياجاتنا بتخلص، فدي موجودة. أنا بتكلم على الأرض الجديدة اللي ربنا بيدخلنا فيها الأيام دي، التسبيح والعبادة. يعني بصي، في التسبيح هقول لك أنواع. في التسبيح في ترنيم شكر اللي هي ترنيم الحمد، اللي هي المفروض اجتماعاتنا تبقى دائما تبدأ بمثل هذا النوع. يعني على فكرة في العهد القديم ما فيش كلمة شكر في الكتاب المقدس. في العهد القديم في بدل الشكر، اليهود عندهم كلمة الحمد بدل، ما فيش شكر، الحمد دي هي كلمة المستعاضة، احنا عندنا احنا شكر، فترجمنا كل الحمد كأنه شكر. في الحمد كان في العهد القديم ثلاث أنواع، حاجة اسمها ياضة وتودة وشباش، كل واحد منهم اسمهم حمد، عندنا كلمة حمد تحمي ثلاث أنواع من الحمد. الياضة دي اللي هي تسبيح الرب برفع اليد، أو حمد الله، شكر الله برفع اليد. التودة اللي هي حمد الله بتقديم ذبائح تقدمها، لما تيجي تقدم اللي هي الشكر، اللي هي تقدمات، بتقدمي فلوس، بتقدمي أي حاجة نقدمها لربنا، انك انت بتحمدي وانت في ايدك حاجه داخله تقدميها لربنا لكنيسه ربنا، فاهمه؟ الشباش اللي هو وقت الانتصار، اللي هي احمدوا رب لانه صالح لنا الى الابد رحمته، اللي فيها الله بيعظم نفسه قوي. التسبيح مليان، ده النوع الاولاني المفروض كل الكنيسه تدخلوا ابوابه بالحمد لله وبالتسبيح. في ترانيم التسابيح بقى اللي هي بقى بعلن على الله، اللي هي محتاجه حماس، محتاجه ايمان، محتاجه، انا مش محتاج واحد يقول لي ان يسوع ملك ملوك، الكتاب مليان باعلانات عن الهنا، فانت تدخلي داخله تعلني. يا بص، بتحب واحد دخلت تحكي عنه، فشوف بقى بتقول ايه، انت ده ما فيش زيه، ده صالح، ده ممتلئ من الكمال ومن الروعه ومن البهاء ومن المجد ومن العظمه، ده مخلص، ده خلق، ده بيحكي. تحكي هو ده التسبيح، حكاوي بالبلدي
حكاوى عن إلهنا. وأنا بعشق المنطقة دي، أحب أغمض عيني وأقول له كده أنت ما فيش زق بالبلدي، مش لازم أقعد أتنشى بالكلام. التسبيح العبادة بقى ده نوع من أنواع التسبيح اللي فيها أنت بتسمعي منه أكتر ما بتقولي عنه، بتلاقي نفسك الخشوع جايبك لتحت، يا إما ساجدة يا إما رافعة إيدك يا إما دموعك بتنزل. ده جوه التسبيح أوقات بتحكي وأوقات بتقولي، بس بتسمعي أكتر، فتلاقي ربي بيحكي يقولك أنا بحبك، أنا موضب لك كذا، في آية في الكتاب نورت قصاد عينك، تلاقي نفسك قمتي سجدتي قدامه. أنا رب، أنا اللي أنت بتحكي عنه ده، أنا واقع، ده أنا حاصل، ده أنا عامل، ده أنا مقصر، ده. وتلاقي ربنا بيكلمك كلام حلو عن نفسك فتلاقي دموعك سبقتك. دي عبادة بقى، الجو اللي هو أنت داخلة حاسة إنك مش مستحقة أي شيء، لكن بيقول لك أنت ليكي كل شيء. دي عبادة. الأغاني الروحية بقى ده نوع تاني يا لولو، ده الأغاني دي بقى ده نهر تاني، دي إحنا مقصرين فيها شوية، فدي موضوع تاني. فدي كل ده جوه التسبيح. كان عندنا كتير أغاني روحية قبل كده. لا أنا مش قصدي أغاني روحية، في عندنا خلط ما بين. فصل لنا الأغاني الروحية عشان قاعدة بفرك، عايز أسأل حاجات كتير. الأغاني الروحية المقصودة في الكتاب اللي بيقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح. وأغاني روحية، البعض تخيل إن أغاني روحية دي البعض فسرها تفسيرين، قال بعض قال إنها اختبارات أو قد تكون اختبار. طبعا هو مقصود كاتيجوري الترنيم اللي هو فيه مزيكا أو ترانيم عن مواضيع معينة. مزامير، خدي بالك، مزامير دي مزيكا ولحن، كلمات ولحن. أيوه. تسابيح كلمات ولحن. أغاني روحية هي كلمات ولحن أيضا. إذا أنا بتكلم على كاتيجوري يخضع لمزيكا ولحن. البعض افتكر إن إحنا ما نحكي اختبارات هي دي الأغاني الروحية، لا، الأغاني الروحية أغاني كلمات ولحن. البعض التاني افتكر إن إنه لأن الكلمة مش مستخدمة فتردمت، فكل واحد فسرها بكيفه. إن أنا لما أقول ترنيمة أعلمكم ترنيمة جديدة فيها روح حضور ربنا فأقدر أقول عليها أغاني روحية، لا طبعا. الأغاني الروحية تختلف تماما عن التسابيح. ما التسابيح اللي بنقولها اللي هي مكتوبة مسبقا ومعدة هي برضو خاضعة للروح وفيها روح ربنا. فالبعض افتكر إن أنا هاجي أعلمك ترنيمة جديدة بس الترنيمة دي روحية قوي فدي أغنية روحية جميلة، لا. الاغنيه الروحيه لها صفه مختلفه خالص. الاغنيه الروحيه اللي يخليها تختلف عن التسابيح، لها نفس صفات التسابيح، تختلف في انها تلقائيه تهيله في اللحظه، تتولد كلمات زي ما احنا كنا بنقول شويه كده، تلاقي نفسي صالح يا الهي صالح والى الابد رحمتك، يحب قلبي احبك، لا يوجد من هو مثلك، منفردا في كل شيء يا يسوع، ملك ملوك انت. بحكي عنه انا وعد، انا ممكن لولا بس رحمه بالمستمعين ممكن اخد ساعه ساعتين. ده اللي بتسميه التسبيح التلقائي. احنا هنيجي للتسبيح التلقائي لان ده ليه جزء كده في الحلقه، عايز اعرف انا ايه حكايه الموضوع. ده واسع قوي. بس عايز ارجع معاك ورا شوي. طيب دلوقتي يا اما اجتماعات يا اما تلفزيون، ناس ممكن تفتح وتشوف ناس مسبيه وممكن تقعد مده طويله وتقول انت عظيم انت مجيد واحنا بنسجد لك، من غير مواضيع ومن غير التعزيه اللي مبنيه على احتياجاتي انا الشخصيه. بس اعتقد انه قطاع كبير من الناس بيعتبر ان ده للمشاهده، يعني ان انا اشوف ده بيحصل وانبسط بيه، يعني كويس ليهم يعني، وان انا ما ينفعش انه ده مش لكل الناس، انه ده للمسبحين. عايز اركز في اللي انت قلتيه تاني، عيدي تاني الجزء. هقول لك تاني، الناس ممكن تعتبر انه السبي دوت ان انت تبقى مسبي بربنا والعباده والتسبيح مش بتاعتهم، دي بتاعت ناس معينه، ممكن يتفرجوا عليها من بعيد، او انه ده احنا ما اتعلمناش كده، يعني من واحنا صغيرين ما كناش بنرنم كده، ايه بقى الموضوع اللي حاصل الجديد ده؟ فالناس تنبسط بيه، الناس ما تنتقدوش، تنبسط بيه بس تنبسط وهي بتتفرج عليه، لكن صعب عليها تكون جزء منه. فين بقى البدايه والناس تبقى حباه؟ بس ده تحدي حقيقي، يعني ان انا اكون برنم ترانيم عاديه ونختار بوعي كامل اللي هي اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، العادي اللي هو كان كويس وقتها، رائع وقتها. ازاي اتنقل ان انا اغوص كده في حضور ربنا؟ يعني ازاي ما بقاش انا بتفرج وعايزين؟ هل ده لكل الناس ولا ده لمجموعه معينه من الناس؟ وابتدي ازاي؟ ثلاث حلقات في الموضوع اللي انا عارفه، بس لو قدرت تدلنا بدايه. انت خديني واحده واحده، انا اقول لك على واحده واحده. زقه كده، هل ده لكل الناس ولا لا؟ ده 100% لكل الناس. التسبيح لكل الناس يا لولو. يعني عايز اقول لك يمكن المنطقه الاولى اللي هي منطقه الترانيم اللي فيها تعزيه شخصيه كل الناس ترنم، لكن ربنا ماسح ناس لازم يكون عندهم قدرات في الصوت،
لازم يكون عندهم قدرات انه يقدر، لان في واحد يقول لك لما بسمع صوت فلان ده انا بتعزى بدوب. دي المنطقه الاولانيه. المنطقه الثانيه التسبيح، تسبيح يخص كل الناس. والغريب بقى، الغريب يعني انا اتبسط فيه اكتر منك في الموضوع ده، ان ربنا بيتساوى اللي منشز مع اللي صوته حلو، لانها ذبيحه تقدم في المسيح وبالمسيح. الذبيحه هو دفع ثمنها، انا داخل اقدم لله حاجه لن تقبل عبادتي بناء او تسبيحي بناء على قدراتي. دي تختلف خالص. المنطقه الاولى لابد قدرات المغنم يبقى صوته حلو وعزفه حلو، بيختار تاني سمع معزين. يعني الناس اللي قاعده بتسمع، لان هو داخل ضمن روشته اللي بتخلي ابواب الناس تتفتح على ربنا. صوته داخل ضمن صوته مع الترانيم، لو كان كمان شخص متضع وممسوح ده يبقى قنبله بياخد الشخص. بس هو داخل ضمن ان انا لما بسمع بعرف ادوب وادخل مع ربنا. دي مش ذبيحه، انا عايز افهم الذبيحه لسه، دي مش ذبيحه لسه. الذبيحه هي ذبيحه فلنقدم، عبرانيين 13 15 فلنقدم به في كل حين ذبيحه التسبيح اللي هي ايه؟ ثمر شفاه معترفه باسمه. ما فيش فيها قدرات البني ادم داخله في الذبيحه. انا كل اللي اعمله ان انا عليا ان انا اقدم ذبيحه لامعه على الله بدون عيب، لكن اصلا تقبل على حساب دم المسيح وعمل الصليب. عشان كده يتساوى فيها الكل. عشان كده بنقول نقدم يعني كل جماعه الله، كل جنس الله تقدم. طبعا في فرق ما بين اللي بيقدم واللي بيقود. اللي بيقود لازم تتوفر فيه القدرات على الاقل، اللي بيقود انه ما يبقاش نشاز بيعرف يقود شعب ربنا. طبعا لو اتوفر بقى يا لولو الصوت الحلو مع واحد بيقدم بيبقى رائع، بس بشرط اللي بيقدم وهو بيقدم الذبيحه هو مدرك جوه قلبه انها لن تقبل بناء على صوتي الحلو وقدراتي. اكيد. فانا بحط صوتي كل حاجه بقدم، بس ما ينفعش اقدم نص يعني. وانا بقدم شخص بقدم يعني وبختصر حاجه من اللي بقول. لو عندي قدرات في الصوت لازم اجيب الفلسين اخر ما عندي. لو انا صوتي نشاز بقدم اخر ما عندي، فانا بتساوى قصاد الله مع اللي صوته حلو. ما ينفعش واحد يبقى صوته حلو بيقدم لانه شايف اللي حوالينه منشزين فبقدم كده. لا، الذبيحه لازم تكون كامله قصاد رب. انا امكانياتي صوتي حلو، انا امكانياتي صوتي نشاز، هعمل ايه؟ بس انا بقدمها في المسيح وبتقبل من الجهه الثانيه لله من خلال المسيح. فدي ذبيحه، فده دي حاجه ثانيه. فعشان كده كل شعب الله مطلوب منه يسبح ربنا مش على حد. طيب ده اول جزء، انه ده لكل الناس، ذبيحه التسبيح لكل الناس. طيب ومطلوبه من كل الناس. ازاي ابتدي؟ دائما يقول كده الكتاب، دائما سامحيني انا بقطعك، لا ابدا، دائما تسبيحه في فمي. يقدر كل حد، وانا في المطبخ وانا في العربيه وانا بشتغل، بدل ما استحمى واقعد اقول الصابون حلو والميه حلوه ممكن اقول انت صالح. يعني نعود نفسنا، لازم يكون ستايل حلقه. يعني واضح ان ربنا مدخلنا في اسلوب حياه جديد يا لولو، يعني مدخلنا في حته جديده اللي هي ازاي اتعود يبقى دائما تسبيح. بدل ما تحصل لي مشكله اقول يا نهار اسود، خلينا اقول يا رب صالح، انت رب رائع، انت عارف بتعمل ايه. نعود، لازم نعيد فرمطة نفسنا من جديد شعب الله، لان ده مش بتاع ناس وناس، لا ده لله، والله بينتظره والله بيحبه. فلازم نعود نفسنا ان احنا دائما يبقى التسبيح في بقنا. امين. دي النوع ده الجزء الاولاني من السؤال. طيب احنا قلنا هنتنقل من التعزيات الشخصيه للتسبيح ودخول محضر ربنا. ده الجماعي، الشغل الجماعي. اه البدايه ازاي اخلع بقى، هنقول نخلع انتظاراتي وتوقعاتي واللي انا اتعودت عليه. ايوه. عايزه بقى بدايه، عايزه اصحى الصبح كده اقول له انا النهارده عايز اتنقل للجزء ده، عايزه اتنقل النقله اللي انت عايز تعملها فيا. ايه التشجيع بقى او الزقه الاولانيه اللي تدخلني للتسبيح؟ بصي اقول لك حاجه، يعني محدش عارف يسبح الا يعرف ال زي ما بيقولوا المعطيات المدفوع عليه عشان يقدر يقف. ولا انت ولا انا نقدر نرضى الله الا من خلال المسيح. اذا النعمه والدم وصلاح يسوع ومراحمه هي دي اساسيات. انا كل ما بخش فتره التسبيح بقعد اقول الكلام ده، انت عارفه يعني بقعد افكر نفسي الا همس. تفتكر انك انت حاجه؟ انت ولا حاجه، الله اللي خلاك حاجه. تراب، والله ازاي بيحب يسمع من التراب ده حاجه. الثلاث حاجات دول مش هتقدر تستمر في التسبيح من غير ما تتغني دائما بدم المسيح وعمل الصليب اللي هي الغلبه. والا الناس مش قادره تقول، الناس حاسه ان ده مستوى عالي بتاع قديسين مش بتاعي انا، او بتاع الناس اللي هم مقربين من ربنا قوي، وانا مش، لاني مش كلنا في الموازين الى فوق، كلنا في الضعف. لكن نعمه يسوع
اللي عرف بقى قيمة النعمة وعينه اتفتحت على نعمة يسوع، عينه اتفتحت على عمل الصليب وازاي نشلنا من الوحل وأقمنا وجلسنا معاه في السماويات. يعني إيه صلاح يسوع وما واحد يسوع أغرف منها وما خلص؟ يعني أنا عشان ربنا يطلقني في الحتة دي أقول لك قصة صغيرة. قولي من فضلك. وأنا صغير كنت دايما لما أقع في خطية أرجع أبهدل نفسي وأقعد باكي وحزين ولايم نفسي وأحيانا أفصل نفسي عن ربنا، فكنت ببكي قصاد أقول رب ما فيش، ما ينفعش، يعني ما ينفعش يبقى الواحد. أنا كنت بحس إن أنا ربنا مش راضي عني، وأنا خلاص من كثرة ما وعدت ورجعت وعدت ورجعت وعدت ورجعت مراحم ربنا فضت خلاص بقى، هو هتنه ماهوش إلا أنا، هيقعد يرحمني أنا بس، ده الدنيا كلها وكل واحد ياخد حتة، أكيد أكيد الحتة المخصصة ليا من رحمة ربنا فضت. فربنا إداني كده كحلم أو كرؤية صغيرة شفتها كأني واقف عند بحر على الشط، ودخلت كويس لحد ما المية نزلت لي هنا، وأنا في إيدي دواية حبر أسود. وبعدين قال لي نقط يا هرمس في المية البحر، أنا المية وصلت لحد هنا والبحر لسه واسع قدامي، قال لي نقط بالحبر الأسود في المية. ده تخيل ولا كان معاك فعلا؟ كرؤية تقريبا، أنا شفت رؤية كحلم، حلم أوكي. حلم بس نقلني نقلة، الحلم نقلني نقلة كويسة. قال لي نقط في البحر، نقط، قال لي شفت ايه؟ قلت له يا رب ده حبر اسود بس النقطه نزلت كانها ما اتوجدتش، اول ما نزلت ما لقيتهاش. قال لي ما نقط تاني، نقط تاني، تالت، رابع. قال لي شفت ايه؟ قلت له يا رب كل نقطه بتنزل اول ما تلمس الميه ما بتتوجدش. قال لي طب كب الدوايا كلها. كبيت الدوايا كلها للوهله الاولى كده في شويه لثانيه او ثانيتين سواد ولقيته اختاح. قال لي انت شفت؟ قلت له يا رب ما فيش حاجه. قال لي انا مراحمي زي البحر ده. خطيتك هي النقطة السوداء دي، أنت بتفتكر بدماغك الصغير إن خطيتك هتسود البحر ده كله من المراحم وهتستهلكه. أنا عندي مراحم تقدر تستوعبك وسنين عمرك وحياتك اللي فاتت واللي جاية، بس لابد تصدق كده المراحم دي والمحبة دي هي اللي تقدر تديك نفس تكمل معايا. أنا عارف إن الإنسان كلام ضعيف قوي، وبدأت أدرك، ومن ساعتها يا منال أنا دخلت في حتة أنا يتهيألي أكتر واحد على وجه هذه الأرض استهلك محبة ربنا ونعمته. لا أنا ممكن أكون أكتر على فكرة. أنا أنا حاسس بكده وحاسس، بس مش مفرق في حتة إن أنا دايس في الاستهانة، لا يعني موقفة عند حتة، لكن أنا عارف كويس من غير رحمة ربنا، وإن أنا هو عارف إحنا مين، وعارف إن إحنا ولا حاجه وامكانياتنا ولا حاجه، ومش هنبطل. انت عارف امتى هبطل اخطئ؟ انا كنت بفكر ان انا بقى المفروض اظبط نفسي واتعامل مع ربنا لما بطل خطيه بقى. انت عارف ربنا اداني مثل ايه؟ انت عارف لما تجيبي حته فحمه، فحمايه وجبتي سكينه وعماله تنخري في الفحم عشان تطلعي الحته البيضه اللي جوه الفحمه، افحتي هتلاقي اسود، افحتي هتلاقي اسود. هو ده الانسان جسد. رب كلمني قال لي ما تنتظرش من جسدك شيء صالح. هو دايما حد بيميل للخطيه كوحش، لكن انت بتخضع الجسد ده في الروح ليا. اوقات هيغلبك اوقات هتغلبه، لكن علاقتك معايا مبنيه على الروح. بدات ادرك ان اول ما اقع في خطيه اتعلمت حاجه اسمها النصره في ان انا يبقى قلبي تايب باستمرار. استمراريه التوبه جوه قلبي خلاني اول ما بقع في خطيه بقول له اعمل فيه اللي انت عايزه، شكلني زي ما انت عايز، وضبني بس ما تحجبش وجهك عني. انا ما اقدرش انفصل عنك. انا ليه قلت الكلام ده كله؟ ما حدش هيقدر يسبح ربنا من غير ما يحس بالنعمه، وما بلاش نتكبر على نعمه ربنا. اقول مثلا انا ابقى كويس علشان اقدر اسبح ربنا، عمري ما هبقى كويس من غير نعمه ربنا. فادراكي للنعمه، ادراكي لعمل الصليب، ادراكي لمحبه ربنا اللي هو اذ نحن بعض خطاه مات من أجل، هو بيحبنا في الوضع بتاعنا، وعارف مستقبلي وعارف ماضيه وعارف حاضري وعنده استعداد يباركني. هو ده اللي هتخلي فيه امتنان جوه قلبي، فلما اجي اخش قدامه يا لولو اخش انت صالح يا رب. مفيش قوه تقدر تمنعني ان انا اقول يا رب، حتى في عز الخطيه وحز الضعف مفيش حاجه تقدر تمنعني ان انا اشهد عن صلاح ربنا. ده محتاج ادراك ذهني، اعاده هيكله نفوسنا، احنا قادرين نسبح ربنا في كل وقت. انت عارف اللي بيتكلم فيه بيقول مع انه لا يزهر تين ولا حمل في الكروم وانقطع الغنم من الحظيره والحقول لا تصنع طعاما،
يعني حاجة. سواد فيش حاجه خالص، لكني افرح برب ابتهج لان السيد رب قوتي يمشيني على مرتفعاتي. طب ازاي بولس وسيله كان في السجن مربوطين بطريقه كانوا يصليان ويسبحان رب؟ انا قصدي اقول ولا اربط تسبيح ربنا بظروفي، ولا اربط تسبيح ربنا بخطيتي وعدم خطيتي. رب صالح ولا في الخطيه ولا في عدم الخطيه، صالح صلاح الله مستمر. امين. ما بينقطعش، مش مثلا لو انا اللي مبقاش شايف فانا محتاج اقول له حتى على الاقل وانا في الخطيه اقول له رب انت اله طاهر اله قدوس، انا انسان نجس لكن انت رائع. فده عايز تقول انه تعود. ده اول حاجه مفصلش نفسي عن ربنا، بتدخلني كشخص عادي يمكن ما سبحتش ما عبدتش قبل كده، برنم ترانيم عاديه بنبسط بسيديز، ان انا اقف قدام الصليب اشوف مركزي في المسيح ايه. واشوف نعمه ربنا شكلها ايه، واشوف ان انا محبوب وانا مقبول برغم كل ضعفي، فادخل اقول له اعود نفسي. هي محتاجه تعويد. زائد حاجه تانية لولو سامحين ان اقول لك، الانسان بيحب ياخد ما يديش، ففي ادراك ذهني لابد كل المشاهدين يدركوا النقطه ديت، ان لابد جه وقت لازم اقول له اديله. ايه رايك لما حد اكتشفت ان حد بتحبيه بقالك مده طويله قوي بس هو بيحبك علشان هو بياخد منك، وبعدين اول مره تطلبي منه حاجه اديلي سابك ومشى؟ صدمه. احنا طبيعتنا بتحب الاخذ اكتر من العطاء. التسبيح عطاء مش اخذ، فلنقدم. ده ادراك لازم الناس تدرك كده، ان الحياه المسيحيه اخذ وعطاء مش اخذ بس. وحاجه تانية، ان الهنا بينتظر غذاء، بينتظر تخيلي شبع الذبيحه الصباحيه اللي الكتاب بيتكلم عنها في الكتاب المقدس، التقدمه الصباحيه دي غذاء ربنا، تدخل تديله بس. لازم ندرك ان ربنا هو مش محتاج، الهنا مش محتاج لا انسان مش محتاج لاي شيء، بس روعه الهنا ان بيدينا ان انا هاخد منك انت تقدر تديني. ما هوش محتاج، بس حاططنا في الصوره اللي انا وانت كبني ادمين نقدر نشبع قلبه يشبع مننا، يعني عشان يدينا. يعني انا حسيت بقيمتي بطريقه غير عاديه، يا رب للدرجه دي انت رائع. يعجز الكلام ان يحكي إن انت اللي مش محتاج لاي حد، انت كامل في كل شيء. تديني تقول لي انا عايز اسمع منك تسبيحك وتقدم لي عباده. لازم الناس تدرك ان ده امتياز، اعظم امتياز للانسان اللي يقول عنه كتاب بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، ان الله الخالق السيد ملك الملوك عايز ياخد مننا شيء. ده ادراك ذهني. لا طب افرض انا واقع في خطيه، افرض لازم اتعود ان انا ما اضيعش على نفسي فرصه ان انا ادي لربنا. فهو عطاء والنعمه والدم. ولازم اتعود بقى في البيت، مش كل مو شغاله شريط، قولي معاه بس نوعيه الشريط تبقى ايه بقى؟ لو هو بيعزيكي ده سكه تانية، قلنا لو تسبيح بقى ربنا احب اقول معاه. فعود دائما تسبيحه في فم. ده محتاجه اعاده هيكله نفوسنا من جديد. الكنيسه اتعودت سنين طويله على الاخذ وعلى ان انا اقعد واحد يلقمني يديني. دي محتاجه بقى نضوج، ان انا احكي عن الهي، انت صالح، انت رائع، انت للابد رحمتك، انت قدوس. لو حتى انا بقول حته جديده النهارده، حس ربنا بينورها حتى في عز ضعفي. عمره ما هيمنع صلاح الله في ان انا واقع في خطيه. انا ما ببقاش قادر اقول لان ابليس بيصغرني في عين نفسي. لكن هل الله يستحق انه يكون نقع عنه صالح حتى في عز ضعفي ولا لا؟ يستحق. طبعاً. انا رايي دي فيها اعلان جديد، انه ان في عز ضعفي اقدر اقول ربنا انت صالح. ليس ما يمنع. ما فيش حاجه لا تمنع أبداً. الثمن مدفوع والباب مفتوح، وده رغبه ربنا. لا يقول لك فيلذ له نشيدي وانا افرح برب. يعني معنى كده ربنا بيلذ له. ادراك اعلان يا جماعه ان انا الهي بيلذ له نشيدي. امين. انا نفسي نرنم قبل ما نطلع بريك، قبل ما نطلع فاصل قصير، نفسي نرنم انا اناء اسود كثير عليه. بصراحه بدايه يعني لازم اعترف لك، بدايه الترنيمه تخض. انا اناء اسود كثير عليل. هي مش مقصوده كده الدنيا للأسف. طب تحب اقول لك انا كتبتها ازاي؟ لا بس انا عايزه اقول لك بقيتها، يعني انا طمنت بعدها، لقيتني ايد خزاف ملوش مثيل. ما هي انا مش ببكي، مش بقول انا اناء اسود مش قصدي كده. انا قصدي انا عارفه انت عارفه مقاومه ما بين اصل انا نشيد الانشاد واحد هي اللي فتحت عيني. انا سوداء لكن جميل، لكني جميل. انا عايز اقول انا اناء اسود من جهه اسود اسود. لا بس هو كلام حقيقي جدا،
لكن احنا الترنيمه اصلها صريحه قوي، صريحه بتجيب من الاخر. فعشان كده لو انت مثلا بتبص في فهرس الكتاب حلو ان هو ما يبداش ترنيمه بالاسود ده. لا حلو، لان هو ده الحقيقه. يعني وانت بتدور على اسامي الترانيم بتقول مثلا انت عظيم، انت انا اناء اسود يعني. لكن بعد كده اللي يكمل يا جماعه ما تبصوش بس الاول كلمتين، لكن بعد كده في الامل والرجاء والنور اللي ربنا بيبعته على حياتنا كلها. هي قصدها كده. انا قصدي فيها اقول يا رب انا عارف انا مين وعارف انت مين. انا مش 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 ببكي على سوادي، لكن انا بفتخر بايدك اللي خلت السواد ده حاجه مقبوله. السواد ده يا هرمس هو اللي بيخلي النور والكتابه البيضة تبان عليها. كل ما يبقى غامق كل ما النعمه تبان. الشعاوي اللي يقول كده انسان انت كل ما النعمه تبان علينا يعني. ف هاليلويا. هي فعلا عايز اقول وعلق ان الترنيمه ديت يعني اساسها نشيد الانشاد اللي هي صح الاولاني. عاوز النشيد بتاعتها بتقول انا سوداء. ودي نقطه عايز اشجع بها كل حد بيشوفنا، ان لما تدخل لمحضر ربنا مش عيب انك تعترف بضعفك. ما تقعدش بقى تتزين وتتجمل وتقول اصله ومش اصله. احنا من الاخر عينه كشفه وعارف. حلو العلاقه تجيب من الاخر مع ربنا، لان هلف على مين؟ على اللي عينه بتخترق استار الظلام وعارف كل حاجه. اجيب يا رب انا يعني مبهدل الدنيا يا رب، انا محتاجك، محتاج نعمتك، بحتمي فيك انا وسوادي، وانا عارف ان ايدك الماهره هتصنع مني حاجه كويسه. انا اناء اسود كسر عليل، لا اتني ايد خزاف ملوش مثيل، صرت في يده إنا أبيض جميل. أنا إنا أسود كسر عليل، لا أدني خزاف ملوش مثيل، صرت في يده إنا أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في شهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خل وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خل وصديقي. انا غالي فيك يا اغلى ما عمري، مهما إبليس رخص في عدي أمري، وضعفي صار حيرة وسكون صمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما عمري، مهما إبليس رخص في عدي أمري، وضعفي صار حيرة وسكون صمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرحك معاك واسمع ردك عليا، بتضمني لك يا أبويا وفديا. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجرحك معاك واسمع ردك عليا، وتضمني لك يا ابويا وفديا. انا بستناك في كل يوم رعية، اجري احكي معاك واسمع ردك عليا، وتضمني لك يا ابويا وفديا. انا غالي فيك
دمك هو تمني وهمتي. احبائنا المشاهدين، هنطلع فاصل قصير جدا، هنسمع عن قصة في الكتاب مشابهة للي بيحصل في عصرنا دلوقتي. خليكم معنا، نشوفكم بعد الفاصل. يقدر وانت ملك الكون، من ربي عليك هيقدر
بيكم مرة كمان معانا في نغمات وكلمات ومع ضيفنا العزيز هرمس سمير. هنكمل مواضيع مهمة جدا كنا بنتكلم فيها، حاجات في قلب ربنا لشعوبنا ولقلبنا الوقت اللي جاي. هرمس، كنا بنحكي مع بعض من كام يوم انه في حاجة في الكتاب مشابهة لحاجة بتحصل الايام دي، وعايزين نعرف منك ايه اللي حصل، الناس اتصرفت ازاي، صراخ ربنا كان شكله ايه. احنا يعني اللي بيحصل في بلادنا الوقت ده اللي في مصر صعب قوي، بس اللي يقعد قصاد ربنا ويفهم هيعرف ان انت عارفه زي ما بقول الفضه عشان تلمعيها لازم تخش في النار، ويقعد قصادها كده صانع الفضه لغايه لما يرى وجهه فيها. ايوه، اول ما يرى وجهه فيها يوقف النار من عليها. فالهنا عارف بيعمل ايه، فواضح ان ربنا عايز يرى وجهه بزياده في كنيسته اللي يمضي، فبيحاول يزقنا المحضر، ومحضره هيقدر يتكلم معانا. احنا بنمر بوقت صعب في مصر. اقرب الاسفار الكتابيه للي بنمر بيه استير. مع الفارق ان في صعوبه كان في سفر استير ان شعب اسرائيل او شعب اليهود كان محكوم عليهم حكم من هامان بالفناء، انهم يدفنوا خالص، يعني مش مثلا شويه اضطهاد وشويه حاجات، لا ده كان مع صعوبة الفارق والناس خلاص عايشة عارفة القضاء نزل، والقضاء ده كان وقت ساعتها لا يصد ولا يرد، ما ينفعش يتغير. ف ده اللي كان حاصل لشعب اسرائيل. لو تقري سفر استير تكتشفي برغم ان السفر اللي ما تذكرش فيه اسم الله الوحيد، لكنه بيشهد عن صلاح الله وقدرة الله على تسيير الامور لدرجة مذهلة، كأن الحياة مسرحية لها بداية ووسط ونهاية، مسرحية محبوكة، يعني تحسي ان ربنا ماشي الامور زي يعني ده وهو بيحس او بيطير النوم من عينه، فجابوا له دي ما جابولوش دي، واتقال له دي ما اتقالتشلوش دي، وهو بيحضر دي واحد دخل له يتقال، تحس انها لو انت عملت حبكة فيلم سينمائي او مسرحية حبكة مش هتجيبها زي سفر استير. فسفر أستير بيحكي بمنتهى البساطة على قد إيه الله ممشي الأمور بقيادة وسلطان إلهي غير عادي. أحكي لك في السفر نفسه إيه اللي تشبه وأقول إيه اللي حاصل فيه من فضلك، يعني أنا أحاول أقول بسرعة إيه اللي إحنا مستفيدين وإيه علاقة وإيه الشبه. لو أنا هتكلم على الإصحاحات هقول هسمي كل إصحاح اسم. الإصحاح الأولاني هو بيحكي إزاي الملك عمل عزومة، وهو في الآخر ربنا هيقود الموكب إن الملك يسقى، ويطلب من الملكة وشتي إنها تطلع عشان تتشال وشتي من المشهد، فوشتي ترفض إنها تظهر قصاد رؤساء وملوكه فهيشيلها، هو عايز يشيلها علشان عايز يجيب أستير لغرض في قلب الله عارفه في المستقبل بيحطها علشان تقدر، يعني بقول لك كل شيء محكوم. في الإصحاح الأولاني إصحاح اتشالت وشتي، ملك قاعد يعمل عزومه 180 يوم
ده طبعا كان ملك مخه، هو كان يعني كان يعني راجل واضح يعني مبسوط بزياده. هو كان ملك ملوك الارض وكان بيملك على 127 دوله كل الارض تقريبا يعني. واتشالت وشتي في الاصحاح الاولاني، وشتي اتشالت في الاصحاح الاولاني. الاصحاح الثاني بيدبر وبيقول ازاي جاب استير عشان تقعد على الحكم، ازاي اختيرت وازاي لقت نعمه وازاي دخلت وازاي اتنقعت ست شهور في المر وست شهور في الاطياب. انا مش عايز ادخل في حاجات جانبيه، لكن عايز اقول اسمي الاصحاح الثاني ملك استير. الاصحاح الاولاني وشتي اتشالت، ده في السنه الثالثه. خدي بالك التوقيتات هتفرق. في السنه الثالثه من الملك احشاويش عمل الحفله بتاعته واتشالت وشتي. في السنه السابعه من ملك احشاويش يعني بعد 4 سنين ملكت استير. على ما جه دورها وعلى ما راحوا في البلاد كلها دبقوا على كل البنات الكويسين، في السنه السابعه ملكت استير. يقول ملحوظتين في الاصحاح الثاني، انه قال لها اوعي تقولي جنسك. مردخاي بقى قال لها اوعي تقولي جنسك. وكمان يقول الكتاب في نهايه الاصحاح استير بعد ما ملكت كانت بتاخد نصيحتها من مردخاي زي ما كانت في بيته قبل ما تخرج من البيت. فكان ما بينها وما بين مردخاي علاقتها ايه مردخاي؟ علاقتها لسه قائمه، ان هو مردخاي بيشير للروح القدس، استير بتشير للكنيسه، الملك بيشير لله، همان بيشير لابليس، ويسوع قائم في النعمه اللي كانت بتاخدها استير في عين الملك. من غير النعمه دي ما كانتش عمرها تقدر تقابل الملك. في السنه ال 12 من الملك من ملك الملك احشاويش يعني بعد 5 سنين من ملك استير جه الاصحاح الثالث. طلع همان، بدأ همان يملك الموقف، بيكره اليهود عشان كان مردخاي ما بيسجدلوش. المهم طلع قرار انه يبيد الشعب اليهودي، وكان مسيطر على الملك. في الاصحاح الثالث كان هو اللي بيقول للملك كل حاجه، هو اللي بيقول كل، والملك كان بيوافق له، يختم له يقول له اعمل اللي انت عايز، عايز تبيدهم بيدهم وانا هدفع لك. لدرجه ان همان جاي بيقول للملك انا هدفع التكلفه اللي هتخلي الناس دي تروح تبيد، واوزن مش عارف كام الف من الفضه، حاجه فظيعه. الملك قال له يا سيدي ما تدفعش حاجه، انا هدفع لك وخد الختم اختم وبيد زي ما انت عايز. فكان المسيطر همان، وحته هنعلق عليها ازاي الله يسمح، لو الملك بيشير لله وهمان بيشير لابليس، ازاي ربنا يسمح؟ لان هو اللي في المشهد، عدل الله يمنعه، ابليس ما فيش حد واقف قصاده، هو اللي بيتحرك، هو اللي واخد زمام الامور، فربنا عادل. الا اذا حد وقف قصاده، وده هنشوف بعد شويه ايه اللي حصل. في الصح الثالث همان جه، خروج همان او قيام همان عشان يبيد اليهود. اوكي؟ انا قلت لك في السنه الثالثه وشتي اتشالت، في السنه السابعه استير ملكت، في السنه ال 12 همان قام. يعني استير قعدت 5 سنين في الملك. تقدري تعرفي من سياق الكلام من جوه الكلام وروحه ان استير علاقتها بمردخاي نشفت، اللي هو بيشيل الروح القدس، وعلاقتها بالملك نشفت، ما كانتش بتخش له كتير، ما كانتش، عشان كده كانت ممتنعه. يعني في الاصحاح ده قال ان بقالي شهر ما دخلتش للملك، وده غريب انها تبقاش على علاقه بالملك. قصدي اقول في ال5 سنين دول وكان استير اتخذت في الملك وحلاوه الملك وحلاوه العالم واتملت، فنشفت علاقتها مع مردخاي اللي هو روح القدس، ونشفت علاقتها مع الملك، استغنت. برافو عليك. وده بيشيل الكنيسه، ان جينا في وقت، وده انا رايي بقى ربط هقوله بعد كده. لكن في الصح الرابع مردخاي حب يستعيد الكنيسه تاني، فبعت الاول لبس مسوح وقعد في باب القصر لما عرف ان هو هيتفنى هيباد وشعبه هيباد، فبكى وصام وصلى ولبس مسوح وقعد في باب القصر. فاستير بعتت له، وصل الخبر لاسير بعتت له بتقول له ما يصحش انك تعمل كده بباب القصر، روح البس كويس، عيب انك انت تقعد بهدوم مقطعه بباب القصر. احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني واضح، شوف الجو بقى في موت يعني جاي. استير في دنيا بتقول له عيب تعمل كده، ومردخاي بيتوجع، حاسس بحمل الاباده، حاسس بالناس اللي هتموت، واستير في وادي تاني خالص، مش وقته تلبس مسوح. طبعا هو رفض ان هو يخضع لها، بس هو بعت لها، بعتت له مثال، قلت له ماذا ولماذا، يعني انت تعمل كده ليه؟ طبعا واضح ان العلاقه ما كانتش ما بينهم زي الاول، زي ما كانت في اول سنين ملكها، محافظه عليه على علاقتها بيه. قال لها بص يا استير، ده الملك بيطلع حكم بابادتنا، ده هيعمل وهيعمل وهيعمل وهيعمل. ردت عليه رد ناشف قوي، هو حقيقه
بس ناشف قوي ده لما ده وكانها مكبره دماغها بتقول له انت مفكرني ايه مفكرها سايبه هو انا اقدر اخش الملك في اي وقت العلاقه بقت ناشفه ما بينها وبين الملك هو انا اقدر اخش له في اي وقت انت عارف ان اي حد يخش للملك بدون توقيت وبدون دعوه من الملك يموت الا اذا الملك مديله قضيب الذهب وكانها يعني بتقول له ايه انت بتحكي في حاجه مش فايق معايا انا يعني مش حاسس استير باللي حاسس بيه ما تخاي ده الشعب هيباد ما واضح الاستغنى والغنى ودخل في قلبها والعالم دخل في قلبها ما بقتش حساسيتها قلت اول ما قالت له كده عمل حاجه وده اللي ربنا عمله معانا بقى في مصر غير لغته اللغه اللي كانت هاديه والترجي والمحبه غير قال بص فكري انك انت هتنجي النجاه هتيجي هتيجي الله هيصنع خلاص لشعبه هيصنع خلاص مش عايزه تكوني انت هتيجي من باب تاني لو انت باب قافله بابك هتاتي النجاه من باب تاني يبقى الا عرفي انك انت مش انت اللي هتخلصي رب هيعمل خلاص هيعمل خلاص والا عرفي انك انت رب اللي مثل هذا اليوم اقامك ده الله حطك في الحته دي مخصوص عشان هعرف ان هيجي زنقه على شعبه وهتكوني انت سبب النجاه فوقي تعرف اول ما قال لها كده فاقت استير قالت له فاقت غير لغته معاها هي عارفاه هي حافظه لغه اصلها بس نشفت شويه بس اول ما قال لها كده عرفت انه لما بيتكلم بالطريقه دي يبقى في الموضوع فاقت قالت له خلاص صلي انت والشعب وانا هصلي انا والبنات اللي معايا في القصر وهدخل للملك وان هلكت هلكت خلاص انا داخله حتى حياتي تعالى لما اقول الكتاب وهم غلبوه بنيجي عند الحته الاولانيه بدم الخوف الاصعب شويه بقى كلمة شهادة. الأصعب والأصعب لم يحبوا حياتهم وصلنا لمستوى بقينا بنحب حياتنا أكتر من الموت فشيلي دي قص دي من الكلام أنا ما عنديش استطاعة أعمل كده وأستير وصلت لدي لما وصلت لنقطة أنا لم تحب حياتها حتى الموت قالت له هدخل خلاص أنا فقت صلي لي صوموا وصلوا من أجلي إن هلكت أول ما قال كده وتقدر في الإصحاح يقول ما دخل يرتاح عارف إن رجع أستير لمكانها الصحيح إنها لابد هي عين الله في الارض الكنيسه هي اللي واخده بالها من حارسه الدنيا اوعي يخش العالم فيكي اوعى العالم ياكلك فوقي استير فوقي يا كنيسه وده دور الكنيسه دور الكنيسه حاجتين تشبع قلب ربنا وهي زرع الله الممدوده في الارض ايوه وروح القدس دوره يشدد الكنيسه في الحاجتين دول يخلينا ازاي ندخل في علاقه حميمه وحب مع الله كعريسنا من هذه الخارجه من البريه مستندة على زرع حبيبها علاقة وطيدة وكمان هي اللي بتصنع مشيئة ربنا في الأرض لأن هي المندوبة في الأرض مندوبة في الأرض زرع الله المندوبة في الأرض الإصحاح الخامس بقى غريب بقى ده اللي فيه اللي ربنا خدني في الشريط بتاع دايب قلبي الشريط الجديد خدنا في حتة لما فهمت إيه اللي على قلب ربنا خدنا في حتة جميلة قوي وده عكس التوقعات المفروض بقى الشعب محمل أستير في الإصحاح الخامس حمل ادخلي الملك الحقيقي احنا هنفنى فالشعب كله مترقب محملين كل احمالهم وكل امنياتهم على استير استير اول ما دخلت للملك يقول الكتاب لقت نعمه في عينه بقى لما اتحت خدي بالك مردخاي اللي بيشير له حقوس واستير اللي بتشير للكنيسه ونعمه يسوع اللي هي منذ الازل نعمه يسوع مش بس في العهد الجديد ده النعمه في المسيح منذ الازل موجوده فيسوع بنعمته مع روح القدس مع الكنيسة عملوا مثلث استعادوا السيطرة على الملك وعلى قلب الملك أبواب الجحيم لن تقوى عليها لما فاقت الكنيسة مع روح القدس مع نعمة يسوع لقت نعمة في عين الملك قالها أستير أنت طلبي يا أستير اللي أنت عايزاه أنا نفذ لنص مملكتي أنت عارفة نص مملكتي دي كانت قد إيه؟ ما يقرب من 63 دولة مش مليون ولا 2 مليون ده أموال و و و و و و يعني ونفائس 63 دولة قال لها يا أستير ما بقى لقت نعمة ما هو ده بس دي بتشيل يسوع من غير نعمة يسوع مش هنعرف حاجة أبدا لقت نعمة فالملك دب فيها من أول ما شافها قال مو يا أستير أنت عايزاني في إيه نص المملكة الغريب بقى أنا لو كنت من أستير تعلمت حاجة جديدة في الموقف ده يا جلالة الملك الحقنا ده احنا هنموت ده الشعب مستني ده في واحد هيبيدنا ده ما عملتش كده هو بيقول لها أؤمريني ده انت لاقيه نعمه في عيني جامده قالت لك تقبل قبل ما اقول لك طلب تقبل اعزمك على الاكل انا وقفت قصاد الحته دي ايه ده اكل ايه دلوقتي عزومه ايه دلوقتي
في طوارئ يعني هم في طوارئ رهيبة. الناس واقفة بتبكي بقى وحاسة انهم هيموتوا وهيبادوا ومش مستطعمين بالدنيا قدامهم شهور وتخلص حياتهم. وانت داخلة تعزيمي على الأكل أول ما قالت كده تعرف استعادة السيطرة أصل الأكل يدل على العشاء. من ها أنا واقف على الباب وأقف انفتح إلي أحد أدخل إليه وأتعشى مع الأكل بيدل على العشاء. فهي الأول دخلت في عشاء مع الملك وده بقى اللي فرق معايا قوي. يا رب يعني لما ندخل نصلي الوقت ده في بلدنا أول ما نغمض عينينا الحقنا يا رب البلد بتولع يا رب بيضطهدونا. قال لك افهم أصل روح القدس رسم الخطة الأستية إزاي رسموا يملكوا على قلب الملك عزمته على الأكل وقت ساعة أنت عارف قال إيه ضاع سيطرة همان على الملك همان اللي بيسيطر اللي بيقول اللي بيشيل إبليس قال لهمان اجري نفذ لأستير اللي هي عايزة إذا من استعاد السيطرة أستير بقت هي اللي واكلة قلب الملك واستعادت السيطرة عشان كده بسمي صح الخامس استعادت السيطرة على الملك همان أستير ومردخاي استعادوا السيطرة بإيه بقى بالحب مش بالطلبة هو بيقول لها أنا جاهز قولي لي طلبتك قلت له طب أنا أخش معاك في عشاء أنت تستحق إن أنا أخش معاك في عشاء عزمت الملك وجي يقول لها اطلبي بقى طلبك يا أستير لنص المملكة كمان مرة قال لها قلت له ممكن أطلب منك حاجة تانية قبل ما أقول لك طلبتي النهائية أعزمك مرة كمان إيه الدماغ العالية دي إيه إيه ده طبعا اللي تقعدي تفكري تقولي ده مش وقته لكن واضح إنها عملت حاجة غير عادية في الحرب إنها ولعت قلب الملك بحبها إذا وقت ما يزداد حبه قوي عندنا بالبلدي يقول لك شعوتت قلب الملك بحبها وقت ساعتها لما تطلب منه أي طلبة هينفذها لها وده اللي رب عايزنا خش معاه في علاقة لو هو بيحبنا قوي وكنيسته بتحب أو بتقول له أنت أهم عندي من نفسي أنت رائع ليا ودخلة معاه في عشرة ودخلة معاه في علاقة حميمة وقت ساعتها ما نقول له عايزين نغير ده هيتغير عايزين القانون ده يختلف هيختلف عايزين نعمل هيتعمل وده اللي عملته أستير واضح انها كانت فاهمه بتعمل ايه عكس توقعات الناس وده اللي ربنا خدني فيه اول ما فهمت كده بقى لقيت نفسي بندخل نقعد قصاد ربنا بعد الاقي نفسي ادوب فيه اتكلم عنه انت صالح وما يمنعش ان احنا ناخد وقت نصلي للبلد ونصلي للأمونة ونصلي للكنيسه ونصلي للي بيحصل والخطف والبلاوي اللي بتحصل في مصر لكن الجزء الكبير لقي نفسي قعدت ودبت قصاد ربنا وعمال يحكي لي والدموع تنزل ونسهر قدامه ويكلمنا عن نفسه وداخلين في حته فيها حب حب حقيقي وانا اتعلمت اصلي اتعلمت من أستير اول ما تخشي قدامه برغم ان بيقول لك قولي لي طلبتك لنص مملكتي هدي لك هي تقول له لا انا عايز اخش معاك في عشاء لما فهمت استنرت بدات الامور تختلف وده اللي حصل دخلت معاه مرة تانية هي ولعت قلب الملك بحبها عشان توصل لمستوى لما تضرب هامان الرضيء ضربة ما يقومش منها يقول الكتاب في المرة التانية بعد ما عزمته المرة التانية الأول في الوقت ده بدأ ربنا يتدخل بالحتة اللي ما ينفعش يتدخل في صح ستة بقى الملك طار نومه طبعا دي في إيد الله أنه يطير نوم أي حد طار نومه بينامش. أنا عايز أقول لك شوفي بقى حبكة السيناريو بتاع سلطان الله وقدرته إنه يمشي الأحداث عشان كده بقول إلهنا ممشي أمور بلدنا مفيش حاجة بره سيطرته أنا بقول الكلام ده ومؤمن بالكلام ده ضابط الكل بس قد تكون فيها صعوبة وإحنا بنصلي بنقول له يا رب حقق مشيئتك لتكن مشيئتك لكن ما رحمك يا رب علينا مع مشيئتك يا رب إن شئت إنك تجيز عننا الكأس دي لكن احنا لتكن مشيئتك مشيئتك اهم انا مش هصلح عليك انا مش فاهم اكتر منك انا عارف ان في صعوبه ادينا مرحمك ادينا معونه في الوقت ده واحنا بنعدي في الوقت الصعب ده يا رب ارحمنا وتدخل لينا واذكر كنايسنا واذكر بناتنا اللي بتتخطف اذكر المذله اللي شعبك فيها شعبنا في مذله بحق وحقيقي قلق ربنا نوم الملك خد بالك لما قلق نومه انا قعدت احسبها طبعا ما كانش عندهم تلفزيون كان ممكن لما يقلق نوم الملك يعمل كده يجي له رقصات ورقصين ومغنيين يعني في 500 حاجه تسلي الملك لكن الله اختار وسيله معينه من ضمن الامور اللي هتوصله للي عايزه فقالوا له نقرا لك يا جلاله الملك انا اعتقد عرضوا عليه كتير هو ما ارتاحش الا انه يقولوا من سفر اخبار الملوك قعدت احسب الملك لو دخل ينام من الساعه 11 12 الكلام ده لحد ما دخل همان الصبح
عليه احنا بنتكلم في 8 9 ساعات. قعد يقوله 8 9 ساعات. الملك سمع اخبار كتيره، سفر بقى اخبار الملوك من ساعه اجداده اجداد اجداده بيحكي له. جم عند حته بتقول ان الملك احشاويرش في يوم من الايام حصل ان في اتنين حبوا يمد ايديهم على الملك ويصنعوا مؤامره عليه ويموتوه، وفي واحد اكتشف المؤامره. فاللي بيحكي بقى سفر اخبار الايام، خد بالك بقى من سيناريو الله رائع لتسيير الامور كما يريد هو. بيحكم بيقولوا كان في اتنين وحب يمد ايديهم على الملك، وفي واحد اكتشف المؤامره ونبه الملك، والملك نجا من الموضوع. وبعدين نقلوا القصه على قصه تانية، فالملك قال لهم استنوا انا بتخيل حاجات من عندي اكمل بيها السيناريو، ده الكلام ده من عندي بقعد اتامل كتير لان انا حفظت سفر استير. قال لهم استنوا هنا، امال عملوا ايه للراجل اللي نجاني؟ الكتاب ما ذكرش، ما قلتوش الكلام ده. قال له جلاله الملك مش مكتوب انهم عملوا له حاجه. نوم الملك طار اكتر، قال لك ازاي واحد ينجيني من الموت وانا ما كرموش؟ بقى عمال رايح جاي عمال يفكر ازاي يكرم الراجل ده، وهو عمال فاتت الساعات وهو عمال بيفكر اكتر. في مدخل بقى همان منفوخ، عشان كده استير استردته في نفخته في امتيازه. منفوخ قال لك ده حتى استير ما بتعرفش تقعد مع الملك لما تدعيني. جاي بقى منفوخ وهو كان في بيته عمال بيقول انا متغاظ من الراجل اللي ما بيسجدليش ده. فقالوا له اعمل له صليب يا عم. عمل صليب طوله 10 متر. عارف صليب طوله 10 متر يعني الانسان طوله 2 متر. ايوه. امال خلاه 10 متر ليه؟ عشان يزداد عاره وكل الناس تشوف عاره. كل الناس تشوف عاره، ده يعني كان راجل بغل يعني بيغل ناحيه مردخاي. قالت له اعمل له صليب واصلبه وادخل كل وارتاح مفيش مشاكل. هو جاي بقى ايه؟ عامل الصليب وجاي لسه هينطق ويقول للملك يا جلاله، هو عارف الملك ما بيكسرلوش كلمه. يا جلاله الملك قبل لما ينطق الملك ماشي سمع رجلين بره، قال لهم رجلين مين اللي بره دي؟ قال له همان، قال له تعالى همان انا عايز منك حاجه. قبل ما همان يقول، لو كان همان قال يعني شوف بالك دقه السيناريو، اصلهم بيتكلموا على نفس الشخص. ده جاي يقول له عايز اصلبه والملك عايز يقول له انا عايز اكرمه. شوف السيناريو الرائع، الهنا كده. صدقيني الا الله بيدافع عندنا يا لولو من اللي احنا ما نعرفوش. الا الله بيدافع عننا فيه واحنا ما نعرفوش اكتر جدا بما لا يقاس من شويه الحاجات اللي ربنا بيسمح عرف ان احنا نحس بيها ونعرفها، عشان بس نعرف ان الدنيا طعمه وان الله بيقدر ينجي. لكن الله من ورا ظهرنا شايل خصمنا يجول ملتمس من يبتلعه، عايز يخبط هرمز بمصيبه، يصدمني بعربيه، يعمل مرض، والله مسيج علينا كده. يقول ده لا ما تقربش منه. بس احيانا يسمح ببعض امور عشان اجل ربنا، ان احنا من النوع لما بنشبع بنرفص. انا بتكلم عن نفسي، لما بشبع برفص، بقول له ما تشيلش ايدك من عليا انا لو انت شايف مطمن ان انا مش هرفص شيل ايدك من عليا بالمذله، انا عايز اكون قريب منك حتى لو بمذله يا رب، انا مش عايز ابعد عنك. المهم مين اللي جاي؟ همان. طب تعالى يتعمل ايه يصر الملك ان يكرمه؟ ماذا يصنع الراجل يصر الملك ان يكرمه؟ طبعا همان بيتكلم على على همان. منفوخ بقى قال لك انا، ولانه كان بيفكر في الملك محدش اكيد الملك عايز يكرمه اكتر مني. فراح جاي قال له يمشي يركب على فرس الملك، حاجات الملك كلها، يلبس داء الملك وتاج الملك وفرس الملك، واعظم واحد في المملكه يمشي قدامه يقول هكذا يصنع الراجل يساوي الملك ان يكرمه. قال له اعمل كده المردخاي. دي كانت بقى اول صدمه. قعد مردخاي انا متخيل الراجل في اذمهلال في ذهول، هو ايه اللي حصل؟ مسك مردخاي ركبه، ده مردخاي اللي هو كان لسه جاي يقول للملك انا عايز اصلبه، لحد ما راجع بيته منهار. لسه راجع بيته من يا جماعه تخيلوا من اللي انا عايز اسلبه حصل له كذا كذا. فمراته قالت له لو كان ده من شعب اليهود اعرف انك هتنكسر قصاده انكسار. لسه ما خلصتش الكلام جم استدعوه علشان يروح العزومه الثانيه الى الملك، ده عزمه. اكل مع الملك عزومه، هو لسه مش قادر ينطق، هو مش قادر يتخيل ايه اللي بيحصل بالظبط. اكل الاكله الثانيه مع الملك، وحاجه الملك قالها مش هتقولي يا استير بقى ايه اللي انت طالبه؟ قالت له جلاله الملك في واحد عايز يحرمني منك، بعد ما شعوطت قلب الملك. بعد ما ولعت الملك بحبها يومين عماله تعزمه في اكله وهو ما دايب فيها، تقول له في واحد يا جلاله الملك عايز ياخدني منك ويحرمني منك. قال لها ده مين ده اللي يقدر يعمل كده؟ ده ما اتخلق ده يعني انت فاهم بقى رد الملك. فراح جاي فجاه بسرعه قالت له هو ده همان الرضيع. يقول الكتاب ارتاع همان، فصل خلاص انتهت يعني شده الحبكه اللي عملتها استير مع مردخاي، كان داخله فيه عشان يرتاع العدو
دخلت في علاقة حب ما بينها وما بين الرب، وكانت خافية جنسها عنه. عشان كده مش كل اللي ربنا يقول لنا عليه علينا نعلنه في الحال، بس داخل الحب انها دخلت معاه في علاقة وخلت الملك قلبه يولع بحبها. عشان كده أول ما قالت له كده خلاص خلص أمان، انتهى أمان بقى. أمان راح يتوجه الملكة، فقد سيطرته على نفسه. الملك دخل قال له كمان هتكبس الملكة معايا، خب وشه انتهى أمان، وكل الشب فرح فيه. قال له ده معلق صليب على بيته عشان قالوا معلقوه عليه. أنا قصدي أقول حاسس إحنا في وضع زي كده أو شبيه، مش كده أو شبيه، في مزلة، في الناس في عار، ناس كتير عايزة تهاجم البلد، ناس كتير موجوعة، في بنات كتير بتتخطف، في كنائس كتير بتتحرق، مفيش كبير في البلد، في ناس جواها كره موجود لكنيسة ربنا ولشعب ربنا. في نوع من المزلة لم تدخل فيها مصر الوقت اللي فات، حاسين بوجع ومحدش بيسمعنا، ولا في بوليس حتى لما نحب نشتكي نشتكي ليه بالقدر الكافي. البوليس لحد الآن لم يرجع لمستوى القوة بتاعته، فإحنا في وضع صعب في مصر. بس واضح اللي مش فاهم هو اللي هيبقى في مزلة، هو اللي هيبقى في وجعة. اللي فاهم إن ربنا عايز يلمع الفضة والذهب ده، فدخله شوية في النار، غير لغته معانا شوية. ربنا غير لغته، خلانا في وضع ما فيش حد حمينا. لما كنا حاسين إن إحنا أكترية اعتمدنا على عددنا، اعتمدنا على الكاميرات، اعتمدنا على حقوق إنسان، اعتمدنا ربنا قصقص كل الحاجات ديت عشان في الآخر ما نلاقيش أي رجاء إلا إن إحنا ندخل لمحضره. واحنا في محضره بقى ندخل نطلبه، يبقى الناس جواها ما بينها وما بين ربنا طلبه مستمره. الحقنا يا رب، محدش هيخلصنا الا انت، انت الخلاص، انت راجع. فربنا يدخلنا المحضره يبدا يلمع كنيسته، لان الكنيسه خلاص المفروض مجد البيت الاخير اعظم. الدنيا خلاص بتنهار كلها، كل الشواهد بتقول ان رب على الاعتاب على الابواب. بس في بقى الحته الاخيره رب يكلمني فيها، قال لي تخيل خلاص انا على الاعتاب بس كنيستي مش مشتهيه ان انا اجي، بدليل ما حدش بيتغنى بيقول لي تعالى، ولا في وعظه حد بيقول لي تعالى، ولا في تنيمه حد بيقول لي تعالى. ويوم ما حد يقول لي تعالى يقول لي تعالى ادينا انقذنا، تعالى انقذنا، تعالى خلصنا. لكن اجي اخطف عروستي اللي انا السور الموضوع امامي، اللي من اجل ان انا احضرها لنفسي كنيسه مجيده لغضا فيها ولا دنس، وصلت للصليب ودفعت ثمن وانا راضي وعارف الالام وانا راضي عشان احضرها لنفسي كنيسه. مفيش ليه غنى، مفيش ليه غنى بتقولوا لي تعالى. الناس كلها حاسه تعالى ديت يا خبر ابيض دي حاجه مش حلوه، انا عندي استعداد اخدمك بس وانا هنا، بس ما عنديش استعداد اروح فوق. حتى القديسين اللي في الارض ارتبطنا قلوبنا ارتبطت بالارض، وايدي ابليس بخبث بدون ما ندى يخلي ما عندناش استعداد ان احنا نروح له. فقال لي انا عايز ادخل كنيستي في المود الجديد من جديد، افتح الموضوع معاهم وهم في محضري. يبداوا يتعلموا يقولوا لي تعالى، مش هيقولوا لي تعالى اخطفنا لان الكلمه صعبه، لان الناس في حته بعيده خالص حاسين ان هم في العالم والعالم احلامهم في العالم وطموحهم في العالم. معنى ان انا اقول له تعالى يعني انا متخلى عن كل شيء وجاهز، لكن انا عارف ان الكل مش جاهز، فانا اخدهم في مرحلتين. المرحله الاولى لما يخشوا محضري في كتير داخلين خايفين، بس في جزء منهم المحبه هتطرح الخوف خارجين. في ايه بتقول كده؟ المحبه تطرح الخوف خارجين. في كل كتير هيخشهم، في ناس هتبقى خايفه، بس في ناس محبتي هتلمسهم فيقولوا تعالى محتاجين لك، احنا اسفين سبقناك. احنا زي ما كانت استي بتقول للمردخاي عيب تعمل كده، احنا كنا بنسبقك يا روح قدس الله، احنا محتاجينك النهارده. الاحتياج لروح قدس الله هيبقى على اشد الوقت الجاي. نقول له تعالى ظبط كنيستك، تعالى خلص، تعالى نورنا، تعالى قدسنا، تعالى طهرنا، تعالى عد عروسك. وجزء من الجزء هيدمن المحبه مع ربنا فيقول له انا مريض حبا، تعالى اخطفنا بقى. امين. نمسك فيه، نمسك فيه بكل ما اوتينا من قوه ورغبه. انا بشجعكم احبائي المشاهدين ان انتم تقروا سفر استير الايام اللي جايه كذا مره لغايه لما تغوصوا في تفاصيله. انا عارفه وقت الحلقه بيجري، انا قلت كتير، انا عارفه، وانا ما كنتش عايزه خالص، لا ابدا ما كنتش عايزه اقطع التسلسل بتاع سفر استير، لانه ده زي ما يكون دراسه كتابيه شفويه. نقدر تطمنا على اللي بيحصل دلوقتي، تطمنا ونقدر نشتاق كمان احنا بقى نروح، انا اروح انتوا مش هتروحوا نفتح الكتاب ونشوف ربنا الاستراتيجيه بتاعته شكلها ايه،
ونصرخ للرب ونحبه ونعرف هو عايز مننا ايه الايام دي. نصرخ ونحبه يا لولي، يعني عايز اقول نصرخ ونحبه، نصرخ نقول له محتاجينك تنقذنا، بس كمان ده وقت ندخل في عشه معاه، لان الكتاب بيقول كده وعلمنا في الوقت الصعب ازاي قدرت استي تخش في عشه معاه. انا نفسي الدقائق اللي جايه نفسي نرنم دايب قلبي دايب في العشره معاك، وبعدين هناخد تليفونات مش كتيره، وبترجاك بتكون تليفونات مختصره عشان اكبر عدد من المشاهدين يقدروا يكلمونا. اسمعوا ورنموا معانا الترنيمه دي، دايب قلبي دايب في العشره معاك، وبعدين هناخد تليفونات وهنحاول يعني جامد ان احنا نختم الحلقه لانه في دقائق قليله فاضله معانا. انا خدت وقت للاسف. تحب تقول ترنيمه واحده اللي هي دايب؟ دايب، ولسه في ترانيم تانية كمان هنختم بيها، مش هنعتقك بسهوله، لكن الترنيمه دي كلامها كلام ليفل تاني ربنا بيدخلنا فيه. أيوه الايام دي. أيوه انا بقول فيها في حته فيها، رب انا انت علمتني ازاي احبك، علمتني هواك يا رب، حبك انت عارف الحب الحقيقي اللي تبقى منتظر حد، قلبك منتظر حد بتحبيه زي المخطوبين كده. ايوه، ما هو داخل في كنيسته في علاقه خطوبه قال لك اخطبك نفسي الى الابد، يعني الزوجين في صوره خطيبين. يعني تسكن فيا وتملك عليا
افرح بيك دايب قلبي دايب في العشرة معاك كيلك ربي جايب طيبي وبتركك دايب قلبي دايب في العشرة معاك كيلك ربي جايب طيبي وبتركك. نعتذر يعني لو حد مستني على التليفون فترة طويلة، احنا دلوقتي ممكن ناخد شوية من مكالمات أحبائنا المشاهدين. معانا كريستينا من بنسلفانيا، أهلا بيكي. ألو. أهلا يا كريستينا. ألو. أيوة أنا جوستينا من بنسلفانيا. جوستينا أهلا بيكي. أنا اسمي جوستينا جرجس بس بالمصر جوستينا سمير، وفبصرة بقى معانا مع مجموعة سمير جوستينا سمير. أهلا بيكي يا جوستينا، الله يباركك. شكرا، انتوا باركتونا خالص وربنا يبارككم، وانا فرحانه جدا جدا اللي انا بسمع لكم وكسرت الشاشه، يعني ربنا يبارككم جامد جامد قوي. وانا على فكره سيس هرمس انا مباركه جدا بيك وبتعلم كتير قوي عن التسبيح، يعني انا نفسي اطلع مسبحه وفي نفس الوقت دكتوره بس اكون بخدم الرب في التسبيح. امين امين، يكون لك سوء لقلبك. وبتعلم كتير قوي من حضرتك عن التسبيح والعباده، وربنا يستخدمك، وانا عندي يعني واثقه ان الرب هيستخدمني حتى في الكنيسه هنا عندي، احنا بنعمل اجتماع تسبيح وانا يعني بكون بارتيسيبيت ان شويه. بس انا عندي سؤال، يعني في التسبيح هنا عندنا عايزين ندخلهم التسبيح، يعني هم يعني هم بيقولوا ترانيم قديمه شويه كده وما بيسقفوش ما بيرفعوش الايادي، بس احنا عايزين ندخلهم في يعني في اجتماع تسبيح، عايزين نعرفهم، فنبدا معاهم ازاي يعني بأني طريقه؟ احنا يعني حريانين يعني بصراحه. هو الحقيقه ده كان موضوع حلقتنا. ربنا يستخدمني وربنا يبارك يا سيستر. امين يا جوستينا، متشكرين جدا جدا. الله يبارك. انت اخونا هرمس هيرد على السؤال، بس ناخد تليفون كمان. طب افتكر بس السؤال. معانا هاني من سويسرا. ازيك يا هاني؟ هاني بيتكلم من سويسرا. ده هاني اخويا انا. هو ده. الو. ايوه. هيا اخت منال. اهلا يا هاني. ده هاني ده اخويا، انا اخويا الكبير. انا هاني، انا فرحان بيكوا قوي قوي قوي. ربنا يباركك يا هاني. اهلا بيك يا هاني. وطبعا هرمس انا وحشني قوي، ما يعني نفسي قوي يجي لنا الايام اللي جايه كده ونتمتع بيه، ويا ريت انت كمان تجي لنا. احب خالص. اهلا بيك يا هاني، انت كمان وحشني. سوزي بتسلم عليكي، سوزي جدعون مراتي. اهلا اهلا. أصدقاء الطفولة. مفاجأة. أيوة مفاجأة حلوة خالص. ربنا يبارككم يا هاني. أنا فرحان قوي واتمتعت بيكم جدا جدا، وفعلا يعني في الأول ما بدأتوا كان في دويتو بينكم رائع جدا، وفعلا كان في انتعاش غير عادي، وحاجة كانت رائعة. ربي يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. ربنا يباركك يا هاني. كنت أصلا وحشني بالمرة، قلت حبيت أسلم عليك. ربنا يباركك يا هاني قوي. ربنا يباركك أنت وسوزي وكل أولادك بناتك. أهلا بيكم. ورب يتقدمكم ويستخدمك يا أختي منال، أنت كمان نفسنا تجيلنا كمان سويسرا كده وتقضي معانا وقت كويس. ربنا يرتب، ده شرف ليا. ربنا معاكم ويعضدكم وتفضلوا على طول في محضر الرب. هرمس، محتاجين إجابة على جوستينا. لو إزاي نتنقل من الحاجة التقليدية اللي إحنا على فكرة عندنا أقل من 5 دقايق ولسه عايزين نرنم ترنيمة. كل المعلومات بقى والحاجات اللي ربنا مديها لك دي اضغطها في دقيقتين. أنا يعني سوري إن أنا طولت في موضوع سي، بس أنا عارف إن ده هيفيد ناس كتير. لا أبدا، إحنا كنا محتاجين. بص بكل بساطة، أنا عارف إن في معونة إلهية، وبدون المعونة الإلهية محدش هيقدر يغير حد. أنا متأكد إن روح القدس هيعين أي حد حابب يغير الناس في الكنيسة. بس لو أنا عايز أغير الناس لازم أصلي لله أقول له أعني عشان أقدر أقنع الناس ديت، وأخد الناس سنة سنة. يعني الناس اللي ما وصلهاش النور كافي عن التسبيح والعبادة مش هيقدروا إن هم ينقلوا مع اللي وصل له. فإذا ربنا وصلني لحاجة أنا محتاج أنقلها
على قد ما اقدر للناس، فانا اخدهم في جو من التسبيح. اولا محتاج نعمه، متهيألي نوعيه الترانيم كمان ممكن تفرق. يعني شويه بشويه، ما ينفعش اقلبها 180 درجه مره واحده، فاخدها بالتدريج شويه كده وشويه كده. زائد لو الشخص اللي بينقل الكلام ممسوح الناس هتقتنع بيه. الكتاب بيقول اذ نحن عالمون مخافه الله نقنع الناس، فلازم اصلي قصاد امير اقول له ساعدني من فضلك. انا يعني المنطقه دي ما ينفعش فيها شده اقناع، ده محتاج حضورك. الناس بتقتنع بالتسبيح لما بتدوق حلاوه الدخول فيه. هو داخل بقى مش واحد بيعزيه، ده داخل عند الله ابو التعزيه كلها، يعني روح داخل بيتلامس مع الغمر كله، فبيطلع يقول لك الله ده كان وقت جميل. فعايز اقول هي محتاجه تصلي وتطلب من الله يديها نعمه، تبقى عارفه تنقل براحه، شويه تسبيح على شويه ترنيم وتدمج وتزود شويه نسبه شويه بشويه التسبيح. ثلاثه حلو ان هي لو عايزه الناس تسقف ترفع ايديها، ما تقنعهمش برايها، تقنعهم براي الكتاب، فيبقى عندها ايات. فلما تيجي تقول مثلا الكتاب بيقول نرفع ايدينا، بيقول هو ذا بيك رب يا عبيد رب الواقفين في بيت رب بالليالي ارفعوا ايديكم نحو القدس وبارك رب. اذا الكتاب بيطلب مننا نحن نرفع ايدينا ونبارك رب. نبارك ربنا يعني ايه؟ نتكلم حسنا عن اسمه، هو ده التسبيح. يبقى احنا بنسبحه نرفع ايدينا. وفي ايه ثانيه بتقول ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. فأنا النهاردة اللي بيسمعني ما يحسش أنه بيصطدم برأيي، بيصطدم يا جماعة ده فكر الكتاب، طب إزاي أنا طب ده زمان الكتاب كده، ده هو يثبت أي حاجة تزول لكن كلمة من ربنا يثبت. فأنا بنقل نفسي. فحلو أنها ما تدخلش في مناقشات مع الناس مع رأيها، تصدهم مع الكلمة، يبقى تطلب نعمة ومعونة وصلاة عشان الله يديها نعمة في عين اللي بيسمعوها. تنقل النقله، تبقى تمزج ما بين التسبيح والتنيم شويه بشويه. يعني لو الناس ما بتقبلش التسبيح تدخل تنيم، اتنين تسبيح والباقي تنيم، وشويه شوى تزود منسوب مع مسحه ربنا اللي هم هيشوفوا ربنا فيها، مع معونه الله انه هيحضر في وسط جو التسبيح اللي هيعمله فالناس تتلامس بيه، مع الايات الكتابيه والتعليم. حلو ان احنا نفهم الناس قيمه التسبيح، حلو ان احنا نقول اوقات بناخد اوقات بندي، التسبيح بيدي التنين بناخد، فحلو ان نمزج ده. الكتاب بيقول فلنقدم به، اذا التسبيح بنقدم. فهمت قصدي ده؟ اكتبي يا جوستينا، اكتبي الثلاث حاجات دولت. امين، شكرا لك. الله يباركها. وبص لو قلبها مولع ونفسها تعمل كده روح القدس هيبقى. بص هو التغيير جاي 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 الكل. امين الكل. يا بخت اللي حط نفسه في سكتها. معانا شريف من كندا، احنا خلاص الثواني بتجري. شريف الو. الو، اهلا يا شريف. اهلا يا شريف. مساء الخير مدام لولو، مساء الخير اخ هرماس. انا شريف مراد من كندا. اهلا شريف، ازيك؟ انت وحشني خالص خالص، وكان ليا كتير نفسي اشوفك. الله يباركك يا شريف، انا مبسوط اسمع صوتك حبيبي. مبسوط اشوفك النهارده، وانا فعلا فرحت قوي بالريزم اللي انت عملته لسفر استير، وده كنا بالصدفه بقرا فيه انا ونانسي مراتي النهارده، وقد ايه انه اتعزينا ب هللويا، ده اخبار جميله بالاحداث، وقد ايه انه الرب بيقدر يتدخل في اصعب الاوقات. يعني زي ما انت هيعمل كده وهيعمل كده، واحنا منتظرينه يعمل كده. قلت وانت عايزين نسلم عليك، ونفسنا تيجي تزورنا في مونتريال ونشوفك. الله يباركك، انا مبسوط ان انا سمعت صوتك، ويدبر ربنا يا شريف. الرب يحافظك عليك ويباركك دايما. الله يباركك يا شريف، ربنا معاك حبيبي. شكرا يا شريف، شكرا لاتصالاتكم. احبائنا المشاهدين، هنختم الحلقة بترنيمة أنا متأكدة أنه الرب هيستخدمها بصورة غير عادية الوقت اللي جاي. احنا شفناها كليب في في الحلقة، لكن أنا نفسي بصراحة أرنمها معاك. طيب. اللي صنعني هو، اللي جابلني هو، واللي حميني هو يسوع بجناحيه. تعالوا نعلن الحق ده. ترانيم هرماس السنين الأخرانية بقت سهلة جدا تتحفظ من أول مرة. لو حبيتوا ترنموا معانا، احنا مش هنشوفكم ومش هنسمعكم، لكن الرب شايف وسامع وعارف قلوبكم. احنا بنصلي ان الحلقه دي يعني تكون تشجيع غير عادي والهام للوقت اللي جاي، وان الرب يشجعنا نتنقل لاعماق جديده معاه. انا عايز اقول انه الكلام اللي فيه حقيقي حقيقي. أيوة. يعني اللي صنعنا هو، رقمنا رقم عظامنا، عارف شعور قصنا محصاه، فمش حاجة تحصل من وضعه، ولا بينعس ولا بينام ولا بيتغير. هو أمس واليوم هو اللي حرس شعب إسرائيل بسحابة وعمود نار. هو اللي يقدر يعمل كده في كنيسته، وبيحبنا أكثر مما نتخيل. بس هو عايز يلمعنا شوية. اللي صنعني هو، واللي جابلني هو، واللي حميني هو يسوع بجناحي، واللي عطيني قوة
كالصوام من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوام من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه في وسط الاتون بتجيني وتسيج عليا وفي وجه الريح بتعديني ماسك بايديا في وسط الاتون بتجيني وتسيج عليا وفي وجه الريح بتعديني ماسك بايديا رب المجد بنفسه حميني عمانوئيل رعية رب المجد بنفسه حميني عمانوئيل رعية اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه من قوالي ارتفاع دايما بتهديني وان يوم قلبي مل وباع ترجع وتنجيني من قوالي ارتفاع دايما بتهديني وان يوم قلبي مل وباع ترجع وتنجيني وتردي كل اللي ضاع وتشدد يميني وتردي كل اللي ضاع وتشدد يميني اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه قلبي مصدق انك تقدر تغمر كن فيكون وبقوة اسمك انا اقدر اهدم كل خصوم قلبي مصدق انك تقدر تغمر كن فيكون وبقوة اسمك انا اقدر اهدم كل خصوم من ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون من ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون اللي صنعني واللي هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوى قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا وسط النوى قلبي واثق فيه. اسمع العزيز هرماس سمير شكرا ليك الرب يستخدمك ويديلك ويكلمك اكتر واكتر. احبائنا المشاهدين شكرا لوجودكم معانا ربنا يبارككم واشوفكم في حلقه جديده من نغمات وكلمات. باي باي. جعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركات